وفي خلال رحلتنا البحثية اصطدمنا بحقائق كتير عن الديلر. على مر العصور كان بيبقى شخصية خطرة، وأساميهم حتى كانت خطرة: الكرف، الدكش، الطرشويلي، أسامي توحي بالهيلمان، تحس رجالته واقفين وراه في اسمه. والدكش ده اسم عمره ما هيبقى مهندس ديكور، ولا هتلاقي الكرف ده مثلا واقف جنبك في هايبر بيجيب رومي مدخن. بس مع تطور نوعية المخدرات نوعية الديلرات كمان بتتطور. بقى عادي دلوقتي تلاقي ديلر اسمه كوكي في الزمالك، أو مودي في قطامية هايتس، أو حتى داليا في الرحاب. ده معناه إن الديلر ممكن يبقى أي حد في حياتك دلوقتي، ممكن حتى يطلع حد من الجمهور. معاكوا حاجة؟ ممكن يبقى كارلوس. مهم، باختصار الديلر ده شخص عادي، شخص موهوب وحذر، بس الحذر ما بيقفش لحد هنا، خصوصا لو لسه خارج من السجن. ما حدش بينجرح قوي غير لما بيتحبس قوي. الو، ايوه سيحة، انا قدام الكشك، انت فين؟ تمام، انا فؤاد يا سيحة. ها انت فين؟ انا ورا الكشك اللي في الدورة. قشطة يا سيحة، جايلك. الو، ايوه سيحة، انا ورا الكشك، انت فين؟ تمام، انا فؤاد يا سيحة، انجز، انا ورا الكشك، انت فين؟ انا قدام الكشك اللي في الدورة. سيحة، الو سيحة، انت فين يا سيحة؟ انا قدام الكشك اهو. تمام، انا فؤاد، اقسم بالله انا فؤاد يا سيحة، انجز، هموت من البرد، انت فين؟ انا جوه الكشك. سيحة بلاش يا زهر، سيحة انت فين يا سيحة؟ انا جوه الكشك، بقولك ادخل لي بطلع. سيحة سيحة كده برضا يا سيحة، دوخنا يا سيحة. طب وقت اطلع جامعة امان. ايش يا سيحة؟ تمام، بقولك ايه، فين الصباحين؟ مدينة نصر. ايه؟ امال انت بتعمل ايه هنا في الكشك يا سيحة؟ انا طاح بالكشك، طلب الكشك. ايش يا سيحة؟ استنى يا سيحة، استنى، بطل بقى توترني بس. ايه يا سيحة؟ في ايه يا سيحة؟ ايه يا سيحة؟ اهدى، ده اسعاف وربنا، اهدى. معلش يا طه، جامعة امان.